بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، وديمان وندمهتوش أبات الناتوش، إنه يا جبريل الحديث تكتعتي كفل يتملكتن النقيالا بالفو كفل لاي الإيمان باليوم الآخر يتوسنون كفل تملكتنا أهم بزي كفل إن شاء الله يكرون أننا قالا ياكم نبت نتب በመጨረሻው ቀን ስናምን ከምና ለናምንባቸው ከሚገባ ነገር አንዱ ምንድነው? ቀብር ላይ ያለውን ክስተት በተመለከተ ነው። እና ቀብር ላይ ያለው አጋጣሚ ይህ የአኺራ የመጀመሪያ እርከን ወይም አገር ነው። አንድ ሰው ቀብር ውስጥ ባለው ቁጣትና ጥያቄ ካለው ቁጣትና ጥያቄ መዳንና መትረፍ ከቻለ ጥያቄውን በአግባብ መመለስ የሚችልበት ሁኔታ ከተፈጠረና ከቻለ ከዛ በኋላ ባለው ላይ ኢንሻአላህ የበለጠ ይቀለልና ይገራለት ይሆናል ኢንሻአላህ። ቀብር ውስጥ ግን ያለውን ጥያቄ ማለፍ ካልቻለ ከተሰናከለ ከዛ በኋላ ያለው የባሰ አደገኛ ነው የሚሆነው። አላህ ይጠብቀንና ስለዚህ فاول بوابة اليوم الاخر هو القبر لمجرشه عالم يمجمريا مغبيا اگر يعني مغبيا ارمجا برو مندنو كتباله قبرنو اگروچ 3 اگر نو يالو عالم لا يمان بتقلو اندنياو دار الدنيا يا دنياو عالم الله يهي يا دنياو عالم ويم اگر منلو قربيتو اگر طفيو عالم معناتنا يا سرا عالمنا سرا درشاچن مندنو زيغا كتباله درشاچن مسرات نو يا سرا عالم سلوهنا معناتنا يا مرت عالم نو يا سرا عالمنا ሁለተኛው ህይወት ዳሩል በርዘኽ የምንለው ዓለም ወይም አገር ነው። የበርዘኽ ህይወት ምንድነው? ይሄ የቀብር ህይወት ከሞት በኋላ ቂያማ እስኪቆም ድረስ ያለው የቀብር በመሃል ላይ ያለው ህይወት የቀብር ህይወት ይሁን። ሰውየው ባይቀበርም ከሞተ በኋላ እዚህ ዓለም ላይ የሚቆየው ወዳኛው የመጨረሻ መጠናቀቂያ ዓለም እስኪመጣ ድረስ መሃል ላይ የሚቆየው አገር በርዘኽ ይባላል። ግርዶሽ አለ። ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون اسكمقسقشا ولت درس قردوش على كجرباتو يطبقاتو علينا في الدنيا ما ملس ايتشلم سلازي يغردوشو عالم تبلوال ايه عالم يا مقويا عالمنا من ياكل يقويال الله نو يمياقو سويو كموتبت زي جمرو يوم القيامه اسكي قوم درس بالله امات وسط يقويال معناتو ثلاثهنياو دار القرار نو يا مرغاغاو اجر وهو دار الاخره يا اخره يا يوم القيامه اخرنا يا مجرشا عالم معناتنا وان الاخره هي دار القرار الى الله اخره يا مرجوا اخرنا تلا سوت لزلالم رغته ينوربت خلاص اما جنه وسط ويمسات وسط نسال الله السلامه والنجاه اذا اخره بموتنا يجمروا كذا بهالا يميوصل ورمجا قبر وسط يميالو نعيم يميون ቅጣት አለ ጸጋም ይሁን ቅጣት ይገጥማል። ቀብር በዱንያና በአኺራ መሃል ለይ አገር ነው የሚለይ አገር ነው የመጠበቂያ ቦታ ነው። ስለዚህ ነው በርዘኽ የተባለው። يوم الاخر او يوم القيامه كمنا من بيت نجر عنده ليلى ምንድነው ተያያዥ ነጥቦች الله سبحانه وتعالى አካሎችን የሞቱ አካሎችን ከቀብር እንደሚቀሰቅስ ማመን ነው። علامات كله فطرتاتن يتموالا هونو الله فيت نقوماللن اما يقرنو دنيا لاي بنبرن يافطاطر عينت الله فيت نقوماللن اسرافيل لك طرمباون سينفا ሁለተኛው النفي ياندانو روح برو ود سونت ود بالا بيتو سونت اكال يملسال الله سبحانه وتعالى يهن قداي قران لاي انديه بلو يناقرال ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ጥሩምባው ዳግም ሲነፋ ወንፍኸ ፍሱር የመጀመራ ስለአለ ጥሩምባው ዳግም ሁለተኛ እንደ ተነፋ እነሱ የሚመለከቱ ሆነው ይነሳሉ ከቀብራቸው አለ። ከዛ በኋላ ثم يؤمرون بالمسير الى المحشر ወደ መሰብሰቢያ ቦታ እንዲጓዙ ጥሪ ይደረግላቸዋል። يخرجون من الاجداث سراعا اي يعني بسرعه ከመቀበሪያ ስፍራቸው ከመሬት ሁሉም ይበፍጥነት ብድግ ብድግ ብሎ ይነሳና ይገሰግሳል። አንዱ ማንም አይቀርም ማንም ወደ ኋላ ሚል የለም ሁሉም ወደ መሰብሰቢያው አገር ቦታ ይሄዳል።
الله فيت هلاتشن من نقوم هلن هلوم بأقرو لأي بارو أقرو يقوم هلن هلوم عند بوتا لأي يارفال حفاة عراة غرلا نبي عليه الصلاة والسلام اندالوت حفاة ليس عليهم نعال هلوم زام يقومو جعما يللو بارو أقرون هنو يقوم هلن عراة ليس عليهم ثياب لبس يللو هنو راك وتن هنو يقوم هلسو هلو غرلا اندال تقرزهنو ينسال في الحديث الصحيح انما اتعمالتنا كذا هلوم الزام السبسب يا بوتا لي من يأكل يقويال يعني يا همسا شي أمت قوي تأكل زي قويال من اندام يسرابات هلوم سوتي التوابك قالو مؤمن أمان يهون سوي هين هلو قوي تأهكهم من يأكل اندى قوي ماك قوي تأو يمي رزم ببت አደጋው የሚበረታበት ነገሩ ጭንቀቱ የሚጠበጠበት የሚበዛበት እጅግ ምጨነቀው ማን ነው ካፊሩ ነው ነሰላሁ ሰላም يقول الله وكان يوما على الكافرين عسيرا يهلت بكافروች ላይ እጅግ አስጨናቂና ከባድ ነው አለ وقال فاذا نقر في الناقور ترومباو በተነፋ ጊዜ فذلك يومئذ يوم عسير በዛ ሰዓት ያቀን ከባድ አስጨናቂ ቀን ይሆናል አለ الله على الكافرين غير يسير በማን ላይ ነው አስጨናቂና ከባድ የሚሆነው በካፊሮች ላይ ቀላል አይደለም ይላል الله አሁን ዘረዘረው ዝርዝር እንደዚህ ያንዳንዱ በዚህ አይነት መልኩ ማን ይግድ ነው ከዛ ከዚህ ከረጅም መሰብሰቢያ ስፍራ ከቆዩ በኋላ ለረጅም ጊዜ ወደ ምርመራ ቦታ ሰዎች ይሻገራሉ ሁሉም በስራው ይመረመራል ምንም የሚቀር ነገር የለም وقفوهم انهم مسؤولون لمن الله ሁሉም ይቆምና ምርመራ ላይ ይቆማሉ ويقررون بها ويقررون بها እዛ محاسبة ሲደረግ ሰርተሃል አልሰራህም ነው አይደለም ተብሎ እንዲያምን ይደረጋል በርግጥም በዚህ መሃል حساب የማይገጥማቸው ጀነትን كالا حساب كالا مرمرا إنا كالا عذاب يمي قبو قالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم سلا سباو سباشي صوت سينا قرو إنا تناقرو تمالتنا سباشي صوت قالو كأمتو جي جنة كالا مرمرا إنا كالا كتعت مي قبو قالو إنما ناتشو تبلو ستأيقو هم الذين لا يتطيرون قد قد يم يمايلون ناتشو قد وسط ما يغبون ناتشو بقد ما يمنون ناتشو ولا يتشائمون ولا يسترقون بشتا سي ياغنياتشو لمفوس شرك هون الرقى ما يسقرون ناتشو وعلى ربهم يتوكلون بقيتاتشو لا يممكون ناتشو رسول صلى الله عليه وسلم አንዳንዱ ደሞ ቀላል ሒሳብ የሚመረመር አለ ምርመራው ይቀልለታል አለ አላህ የጀነሰ ስለዚህ ጀነሰው ሲናገር ምን ይላል ፈሰው ፈይሐሰቡ ሒሳበን የሲራ ቀላል ምርመራ ይመረመራል መዝገቡን በቀኝ እጁ ይወሰደ አላህ ከነሱ ያድርገን ሒሳቡ ቀላል የሚባለው ዓርድ ነው ይላል ይሄን ሰርተሃል ይሄን አድርገሃል ይሄን ቅርታ ብያለሁ ያለ ያልፈዋል አላህ አንዳንዱ ደሞ ምርመራው ይጠነክርበት አለ ቃለ መጠይቁም ይበረታበት አለ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب ምርመራው ይጠነክርበት ሰው በርግጥም ተቀጥቷል ወይም ለቅጣት ተደርጓል ይላሉ እነዚህ ሶስቶቹ አሁን ያልናቸው ሙእሚንን የሚመለከት ነው فالمؤمن يحاسب حساب موازنة بين حسناته وسيئاته مؤمن حساب مدرق اللي من اينات مرمرانه ملكامونا مدفو انجلو عند لا يمين نسأل صربتي هنا مرمرانه مكاهد البت كافر قن من مزازنيا مرمره اللو هلو من اقروا كيف وصلونه ككفر يباسا كيف وصل لله بكفر هلو النقر سلا الدبل اللي كأنه سلا بلاشا حسنات سلا لله አምኖ እንዲቀበል የሚደረግበት ምርመራ ብቻ ነው የሚካሄደው
ከዛ በኋላ ወደ ሚዛን እንሻገራለን። ስራዎች ይመዘናሉ። መልካም ስራም መጥፎ ስራም እውነተኛ ሚዛን ነው። እነዚህ ሁለቱ ሚዛኖች ደግሞ ሁለት ክንፍ ያለው እንዴትኛው ሚዛን በሁለት አቅጣጫ ነው። አንዳንዶቹ ሎጂካዊ ሚዛን ናሉ ላ ሐቂቃ የሆነ እውነተኛ ሚዛን ነው። ጣሐውያ እንደሚሉት ፈثبت وزن الاعمال والعامل وصحائف الاعمال وثبت ان الميزان له كفتان والله اعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. امام الطحاوي ابن ابي العز طحاويا عقيده الطحاويه سيبر الرومن لالو سرا اندميمزن ترغاقطوال سريوم اندميمزن مزغبم اندميمزن ميزان هولت كنفوتش اندالوتم ترغاقطوال حقيقه الله نم يقو بركات حديثوت ميزان اندالم يملكتوال القران ماياوت ملكام سرا መልካም የመልካም ስራ ውጤት በአንዱ ሚዛን ላይ ያርፋል ሌላኛው ደግሞ በሁለተኛው ክንፍ ላይ ያርፋል قال الله فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ሚዛኑ የከበደለት መልካም ስራው ሚዛን የከበደለት ሰው በርግጥም እድለኞቹ እነሱ ናቸው አለ ومن خفت موازينه ሚዛኑ የቀለለ ሰው የኸይር ስራው ሚዛን የቀለለበት ሰው የበረረበት ሰው فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون انذي راساتهم يكسروا جهنم زوتار يهونوا ناتشوا على الله الله يطبقنا فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه ميزانه يكبدلت يملكام ميزانه يملكام سرا ميزانه يكبدلت سو برغطم اسدساتي هنا تقبايت يالو توداج هنا هوت وسط نو مين وراء الله واما من خفت موازينه ملكام سرا ميزانه يقللبت دغمو نسال الله السلامه فامه هاويه منور يا هاجرو جهنم نو تورورو ميغبابت ايه ونتنيا ميزان نو اياندندو يمزنال يقول الله والوزن يومئذ الحق ونتنيا ميزان يزان غزي يكهيدا كذا بهالا مزاغبت يسرا مزغب يكفافلال فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرؤ كتابي مزغبون بقني اجي تركبه سو انه ايولين مصحفين تملكتولين ادلنيا نني دستنيا نني ياله كف ادرغو ياسيال اني ظننت اني ملاق حسابيه يمرمرين وطيت اندما اغني ارغطنيا نبركن فهو في عيشه راضيه الى الله بتقارنو جن واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي بقرا اجو مزغوني وسدك وديو سلمي قطيتون من وسط زرزر يالون نجر سلمي يا ليتني لم اوت كتابي مزعفتين بال تسطو مرمرين وطيتين بالا وكني نسال الله السلامه والنجاه كزي كله بحالا صراط الله صراط جهنم لا يتزرقا دلدينو بجهنم جربا لا يتزرقا دلدينو هلوم اندي يسراو يشاقراوال هلوم اندي يسراو يالفاوال سلا صراط سينقر من دنيا تبالو كسيف يسلا كس أقور يكتننو سو هلو اندي سراو وطيت يشاقراوال بحديثنا بالقران يمتصنا عدك على سناي عنداندو اند مبرق برر بلو يهدال ليلو ان بنفاس فتنت ميالفال ليلو اند تنكار فرس هونو ميالفال عنداندو يمر كركاب الابل لك اند جمل اند ميغوازو سوت ميغوازال عنداندو يروت ميغوازال አንዳንዱ ይሄደም ይጓዛል አንዳንዱ የተንፋቀቀም ይጓዛል አንዳንዱ ደግሞ ተጠልፎ ሜንጦዎች አሉ جہነም ላይ ተወርዋሪ ሜንጦዎች በዛ ተጎትቶ جہነም ይገባል አላህ ይጠብቀንና አላህ የነነታ በቁርአን ላይ ተክሷል قال جل في علا فوربك لنحشرنهم والشياطين
ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فوربك بقيت أمل الله إلى الله ሁላቸውንም ሸይጣኖችንም ጭምር እንቀሰቀሳቸዋለን ከዚያ በኋላ የጀሃነም ዙሪያ የተንበረከኩ ሆነው እናመጣቸዋለን ከዛ ከያንዳንዱ ቡድን የበለጠ በጌታው ላይ አመጸኛ በአዛኙ ጌታ ላይ አመጸኛ የነበረውን መንጭቀን እናወጣለን ከዛ ማን የበለጠ ለዚህ ጀሃነም እንደሚገባ እናቃለን ከዛ ምን አለ ከናንተ መሃል ማናችሁም የጀሃነምን እሳት ተረግጦ ሳያልፍ ሚቀር የለም ሁሉም በጀሃነም ያልፋል በጌታቸው ላይ የተወሰነ ቁርጥ ወሳኔ ነው አለ ከዛ ግን አለ ثم ننجي الذين اتقوا اللهን የሚፈሩትን ከጀሃነም እናድናቸውና እነዚያ በደለኞችን ጀሃነም ውስጥ የተንበረከከው አድርገን እንተዋቸዋለን ይላል ከዛ በኋላ ጀነትና እሳት ነው ለዘላለም መኖር ነው በእነዚህ ማመን የግድ ነው እነዚህ የተቀሰናቸው ሁሉ እና ሌሎችም ነጥቦች አሉ ባጭሩ ያልተቀሰናቸው እነዚህ በመጨረሻው ቀን ማመን ውስጥ የሚከተቱ ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምተን የምንጠቀም ለአኺራ የምንዘጋጅ ያድርገን የሐዲስ ጅብሪል ቀጣይ ክፍል በሚቀጥለው እናያለን አላለቀም هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh.